السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا دكتور نيلي شمس، استشاري الصحه العامه والتغذيه العلاجيه ورئيس الجمعيه المصريه للتغذيه والارشاد الصحي. انا سعيده جدا جدا بوجودي في ايفنت حكايه صحه. انا ببقى مبسوطه جدا ان في ايفنتات التارجت اودينس بتاعها او الهدف بتاعها بيبقى الجمهور، لنشر التثقيف الصحي والتوعيه الغذائيه بين الناس نتيجه طبعا كتر الخرافات والحاجات اللي بنسمعها كل يوم على السوشيال ميديا في كل حته. السيشن بتاعتي النهارده عن كيفيه فقدان الوزن بعد الولاده، ودي حاجه تبان للست اللي لسه والده صعبه جدا جدا جدا. احنا هنحاول نبسطها من خلال السيشن، هنحاول نقول ايه هي الاساسيات اللي المفروض الست تعملها علشان ترجع لوزنها الطبيعي، لانه طبعا هي بتبقى في حاله نفسيه صعبه جدا وبيبقى عليها ضغوطات كتير، وبيبقى الطفل ضاغط عليها، الاهل ضاغطين عليها عشان خاطر الرضاعه وعشان خاطر اللبن يبقى الطفل يتغذى بيه. ان شاء الله باذن الله تبقى سيشن مفيده واقدر باذن الله افيدكم من خلالها. شكرا لكم.